خلاص يبقى انا لو خدت مكان اهو خدت حاجه زي كده وقلنا اكس مستويالي بلس 1 او 2 اكس بلس 1 مثلا سمولر ذان ايكوال 4 تعالوا نقول كده او بلاش سمولر ذان ايكوال خليها سمولر ذان بس لان احنا خدنا حكايه الايه والايكوال دي اصلا اهو سمولر ذان ايه 4 طيب بص يا قلنا انا ما بشتغلهاش على ان بدل هي فيها 2 في اكس واي ما اشتغلش انكوايري دي بحولها لفكره الايكويشن نفسها اهو هيبقى 2 اكس بلس واي ايكوال 4 وببدا اعمل التيبل بتاعي بكتب هنا اكس واي بختار اي 2 بوينت ولكن افضل حاجه هخلي دي مره الاكس ب 0 على فكره الفكره ان انا بخلي مره الاكس ب 0 والواي ب 0 عشان لما بخلي اكس ب 0 خلاص الاكس ناقص فهيبقى الواد بتاعتها 4 ولما هتخلي الواد 0 هبقى 2 اكس ايكوال 4 يعني اكس 0 خلاص طبعا دي سهله ولو انت بتلخبط عوض اي 2 بوينت خلاص يعني عوض الاكس شيل الاكس حط بدلها ارقام فالموضوع هيبقى بسيط جدا خلاص بتبدا تروح تعمل الجراف بتاعك ادي هنا طبعا لو انت خدت بالك يا شباب الفكره ان البوينت دي كده اطبعت هنا في بوينت اسمها 0 4 وفي بوينت ثانيه اسمها 2 0 نبدا نعملهم ريبريزنتيشن ادي هنا يا اخوانا بصوا هنا ده اكس اكس داش وهنا واي واي داش حط هنا 1 2 3 4 5 6 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 1 2 3 4 5 6 negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. بص اتمنى تاخد البوينت اللي اسمها 0 4 اهوت يبقى 0 4 انت عارفينها. بص يا ولاد 0 4 اهي والبوينت الثانيه 2 و 0 اهو. اول حاجه هتشك عليها هو العلامه دي والايكوال ولا ما فيهاش يعني في علامه ايكوال ولا ما فيش لا ما فيش ايكوال فبنضطر اروح حامل كده بعمله ان سوليد يعني ايه ان سوليد؟ يعني مش متقطع تحسه كده متقطع شويه اهو يبقى خط ايه متقطع اهو يا ولاد كده وبتبدا زي ما قلت لكم الخط ده يمثل 2 اكس بلس واي ايكوال 4 اللاين اللي اتكتب ده بيمثل 2 اكس بلس واي ايكوال 4 طيب انا عاوز الاسم مبني فاحنا لما هنبص هنا في الجراف بتاعنا هنلاقي انت عندك منطقتين الخط ده قلم الجراف بتاعك في تو بارتس في جزء يمين وجزء شمال الجزء اليمين او الشمال او في واحد هيكون بيجر زي ما عند السمولر ده ما يعرفش يقول ايه بالظبط طب ما انا خلي بقى اللي تحت هو السمولر لا مش شرط على فكره ممكن يبقى في عامل نيجاتيف تقدر لك الدنيا كده فبتعمل ايه انت بتختار اي بوينت كده راندوملي من اليمين او الشمال عاده بنختار البوينت اللي اسمها الاوريجن وبنعوض فيها بنشوف الاريا بتاعتها نشيل الاكس ونحط بدلها 0 نشيل الواي ونحط بدلها 0 2 تايم 0 0 بلس 0 هل 0 بلس 0 اقل من 4؟ اه 0 بلس 0 ايكوال 0 0 ده اقل من 4 يبقى المنطقه اللي فيها 0 0 دي عملت ساتسفاين حققت الكلام المنطقه اللي فيها 0 0 عملت ساتسفاين يبقى الارينا كلها اللي فيها المنطقه دي اللي هي تحت الماين هي ديستريبيوشن دي واشفط كده مستر اه اشفط كده واكتب تحت منها واكتب جنبها هو ده الديستريبيوشن دي بس خلاص طيب لغايه هنا اعتقد ان الموضوع بسيط خلاص لو انا خدت مثلا حاجه كده ايه سوري بص يا لو قال لك مثلا اعمل برزنتيشن حاجه كده اكس بيجر ذان 5 اكس R by R ده مهم على فكرة وفي X بيجر مان 5 إن R بس إن R بس هنا يبقى دي عادية جدا اللي هي الكواليتي بتاعت الثالثة ابتدائي دي ولا معرفش اسمها إيه لما بيبقى X أكبر من 5 بتيجي تعمل النمبر لاين بتاعك وقلنا ده بنبص عليه كتان بنشوف أدي 5 وأنا طالع فوق أهو كده ده كده
بعد كده اكبر من 5 والسوليوشن سيت بتاعك يبقى انتجرال بسيطه جدا فوق من 5 وممكن انفينيتي وقلنا عليها نبدا بالسمول نمبر في الاور. لكن لو عندك اكس بيجر ذان هنا اكس بيجر ذان ايكوال بيجر ذان 5 بس الار باي ار لازم تعملها كده. هنا انا قلت دي راح نحولها دي ولا لا ايكويشن هيبقى اكس ايكوال 5 ففي اكس ايكوال 5 ده كان بيجي يتعامل مع الجراف ازاي؟ كنا بنقول كان سبيشال كيس باجي عند الفاي بتاعت الاكس اكسس واروح عامل فيرتيكال لاين. وهنا انا برضه بتشيك على حاجه مهمه جدا وفي ريكورد مفيش لا مفيش ريكورد فبالتالي يبقى ده بيبقى مش خلاص كده او سوليد يعني. وبعدين بتقول اكس بيجر ذان 5 هي بقى اكس بيجر ذان 5 مين الارقام اللي اكبر في الاكس من 5 يمينك ولا شمالك؟ لا طبعا كده انت ماشي كده ده الاكبر وده الاكبر يبقى الاكبر من 5 يعني هو ده اللي بيتحدد بتاعه دي كده لما يجي يقول لك ان هو الاكبر زي لما يجي يقول مثلا 1 وده السوليوشن سيت اه ده السوليوشن سيت وبيترسم كده وخلاص كده خلص خلاص لما يجي يقول لك 1 سمولر ذان 3 مثلا خلاص. طب دي لو السؤال ده ظريف جدا ويجي في اسئلتكم بقى لو قال لك ان ار حاجه وان ار باي ار حاجه ثانيه ولا ان ار باي ار ده موضوع وان ار ده موضوع ثاني لما يجي يقول لي 1 سمولر ذان 3 1 سمولر ذان 3 ان ار بتعملها بطريقه ظريفه جدا اهو تعمل رسمتك عاملها جدا ودي بي سمولر ذان 3 تيجي عند 3 طبعا هي اوردر عن مش اوردر ايكوال وبتقدر تعمل ايه؟ طب لو في اوردر ايكوال هيبقى في تشات وهيبقى هنا نيجاتيف انفينيتي كونتريبيوشن ويز بي كلوز. طيب لو قال لي ان ار باي ار الموضوع بقى مختلف خالص ان ار باي ار باخد دي كده بحولها لتقول يبقى 1 ايكوال تو 3 وبتيجي عند الجراف ده تيجي عند 3 الواي وبتعمل دوس عليها كده وفي يور ايكوال او في يور ايكوال يبقى يساوي الواي سمولر ذان ايكوال 3 طب الواي بتاعتك انت لما بتمشي كده النمبر بتكبر ولما بتمشي كده النمبر بتكبر اهي بيبقى اكيد دي كانت السوليوشن سيت المنطقه الاصغر من الايه؟ من الواي وهو ده السوليوشن سيت دي كده بسرعه احنا كده خدنا الانيكواليتي او اللينير بروجرامينج هيبقى لنا جزء بسيط جدا من السوليوشن بتوع الاثنين هيبقى بسيط قوي بس لغايه ما ناخد الجزء الثاني حاولوا تتدربوا على مفاهيم دي وهي اشكال بسيطه جدا زي ما انتم شايفين وحلها ظريف.